نعم، مو بالنسبة للمتمتع جزاكم الله خيرا، نعم بالنسبة للمتمتع هل عليه الفدية أو لا لا؟ شك، الأصل هو الأصل في الهدي. بارك قال الله الله فيك. تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالمتمتع عليه فدية، وهذه الفدية ليست جبرانا، وإنما هي نسك، ما شاء الله. نسك من مناسك الحج، نعم، وهي شكر لله سبحانه وتعالى حيث يسر له أداء نسكين في سفر واحد وتحلل بينهما. نعم.